تخيلوا معي لو أن إنسان صاحب الشيطان، أعوذ بالله، تخيلوا معي، ومن الله على هذا، على هذا التخيل، تخيل لو أن إنسانا صاحب الشيطان، إيش بيصير؟ ومن يكن الشيطان له قرينا، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. تدري ليش يا شيخ نايف؟ لأن الشيطان ندم، لأن الشيطان حيتركك يوم القيامة، لأن الشيطان حيتبرى منك يوم القيامة، لأن ما أقسم، لأن ما أقسم على الله. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وإذا اجتمع هو والشيطان في النار، اسمع الخطبة العظيمة، يخطب الشيطان، الشيطان يخطب في النار، شيء خطير، خطيب مفوه، ما شاء الله. وقال الشيطان لما قضي الأمر دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار. معك يا أخي دائما عندي النار والله بعيد. أنت ضامن يا شيخ؟ والله ماني ضامن، بس نفسي نظن بالله عز وجل، بس الله يجيبنا من الماء، بس انت جبته عندي. احنا نجيبه عندي؟ والله يا ابني ارمي في البحر. لا اله الا الله. وقال الشيطان لما قضي الامر استقر اهل الجنه في الجنه واستقر اهل النار في النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله عندما قال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. تدري ختم الآية بماذا؟ ثم إلى ربكم ترجعون، ثم إلى ربكم ترجعون، ثم إلى ربكم ترجعون. تبرى منه قبل ما يتبرى منك، تبرى منه في الدنيا وتعس على خشمك. الشيطان لا، ما تعطيه وجه، لا تسوي أخلاق مع الشيطان، لا تسوي مؤدب مع الشيطان. الشيطان هذا ما ينفع معاه إلا تكففه، تلطشه. كيف يكففه شيخنا؟ بالطاعات، ترك الذنوب والمعاصي، تجهره ذكر الله، بالقرب من الله، بالمساجد، بالقرآن، بالحجاب الذي يحبه الله، بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أنا بسألكم سؤال كله وأبغى جواب، واللي جاء مني أبغى أدعي عليه. واحد جاء مني والله ما نخرج من البحرين إلا أدعي عليك دعوة بسيطة بس. إن الله يهب لك مغص، مغص يعني، بس إذا جاملت
بالله يا اخوان احنا بدينا لنا كم؟ لنا تقريبا 45 دقيقة إلى 50 دقيقة صح؟ بالله عليك اللي مرتاح كده يحس في راحة نفسية بقلبه يرفع يده. الله شوف الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شوف يا اخوان هذه آية ودرس عملي من الله لي ولكم. الله كأنه يريد أن يوصل لنا رسالة من 50 دقيقة من أعمارنا، 50 دقيقة من أعمارنا تركنا الذنوب والمعاصي وأقبلنا بالقلوب على علام الغيوب وذكرنا الله ايش بده يصير في حياتنا. بدينا ايش؟ بدينا نرتاح، نرتاح كده نحس بشيء اسمه حلاوة إيمان، نحس بشيء اسمه سعادة. هذا خلال كم دقيقة؟ 50 دقيقة. يا شاكيا هم الحياة وضيقها هادي شيخ، يا شاكيا هم الحياة وضيقها أبشر فربك قد أمام المنهجا من يتقي الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا يجعل له من كل ضيق مخرجا. أحسن منها أن قال الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. خل هذه طيب كيف هذه 50 دقيقة شوف صنعت في نفسياتنا، ايش سوت في قلوبنا؟ ايش غيرت في حياتنا 50 دقيقة؟ طيب كيف لو كل اللي موجودين هنا كبار وصغار ورجال ونساء اليوم اعلنوا انهم من هذه اللحظة ستكون اوقاتهم وابصارهم واسماعهم وجوارحهم لله سبحانه وتعالى يصبحون في سعادة لا يجدها الملوك وأبناء الملوك، يجدون سعادة في قلوبهم لا يجدها أهل الأموال وأهل القصور. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. وأحسن من هذا الكلام الشعر كلام ربي ألا إن أولياء الله ألا أولياء الله لا
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم.